أعلنت مصر أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية على تسلم قرض أولي من المؤسستين بقيمة 1.5 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، منها 1 مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الإفريقي. ومن المنتظر أن يعرض وفدان مؤسستين على مجلسي إدارتيهما نتائج المفاوضات للحصول على الموافقة والتوقيع على القرض الذي يعد جزءا من مساهمة مصر وحصتها في البنك الدولي.